أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وذريته وأزواجه وأهل بيت الكرام شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجود قيوم أنت للعينين سيون أنت عند الحاضرين أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي لديك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل راسي من به أبصرت درسي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا راضنا الحب حينا جئتنا بالخير دينا يا حيام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قد أنصحني أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ
النصح والإرشاد ولم أكن موسيا رستا من أي فاني وأزلت I
النبي محمد